مشاهدينا الافاضل اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. نائب المدير العام لصندوق الامم المتحده للسكان يقوم بزياره عمل لاريتريا. تنفيذ انشطه زراعيه فاعله في مديريه جلوتش. الحكومة الأثيوبية والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يوقعان اتفاقا للسلام. العاهل الأردني ينهي ملحقي الباقورة والقمر من اتفاق السلام. ترامب يقول أمريكا ستنسحب من معاهدة نووية تاريخية وروسيا تهدد بالرد. أسبانيا تتوصل اتفاق مع بريطانيا حول وضع جبل طارق بعد بريكست. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قام نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد ديرجي واردوفو بزيارة عمل لإريتريا على رأس وفد ضم المدير الإقليمي للصندوق في شرق وجنوب أفريقيا ومسؤول قسم سياسات واستراتيجية الصندوق بمقر الأمم المتحدة. وفي الزيارة التي نظمت خلال 18 و19 من أكتوبر الجاري، التقى الوفد بمعالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ووزير التنمية الوطنية الدكتور قرقيس دخل ميكائيل ووزير السد الصحة أمينة نور حسين ومسؤولي الشباب والمرأة وكلية العلوم الصحية بأسمرة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات السلام بين إريتريا وأثيوبيا ودوره في ازدهار البلدين والمنطقة بأسرها. وأوضح الوزير عثمان صالح أثناء استقباله الوفد الأممي في مكتبه بأن الحكومة الإريترية وإيمانا منها بأن السلام أساس كافة البرامج المؤدية إلى التطور والتقدم والازدهار، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة لإرساء دعائم السلام، وأن اتفاقيات السلام والصداقة الموقعة مع أثيوبيا ودول المنطقة الأخرى نتائج لهذه الجهود، داعيا الأمم المتحدة للعب دور بارز في برامج التنمية والشراكة الجارية لدعم هذه الاتفاقيات. ومن جهته أشاد السيد ديرجي بعملية السلام الإريترية الأثيوبية، مؤكدا بأن العملية ستؤثر بشكل إيجابي على منطقة القرن الإفريقي. وفي اللقاء الذي نظم مع وزير التنمية الوطنية الدكتور قرقيس دخل ميكائيل، عبر السيد ديرجي عن تقديره للإنجازات التي حققتها إريتريا في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات، مشيدا بالتعاون الذي تبديه عبر خارطة استراتيجية الشراكة التعاونية مع مؤسسات الأمم المتحدة في الفترة من عام 2017 وحتى عام 2021. وذكر الوزير قرقيس بأن بناء الوطن عملية تتطلب التفاني والتخطيط الجيد، مؤكدا بأن الحكومة الإريترية تنفذ أعمالا منسقة لتحقيق أهداف التطور المستدام التي وضعتها الأمم المتحدة للتنفيذ حتى العام 2030. هذا وقد تفقد الوفد الأممي على المستوى برئاسة نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للسكان غصن الناصور بمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي، وكذلك عنابر انتظار الحوامل في مستشفى عدخالة برفقة وزيرة الصحة أمينة نور حسين، كما تبادل الطرفان الأفكار والتجارب. تجرى العديد من الأنشطة الزراعية الفاعلة في مديرية جلوج ضمن برنامج التصدي والتنمية بالإقليم الغربي. وأوضح مدير مديرية جلوج السيد داسي زر ميكائيل أن أنشطة النفير التي بدأها شعب المديرية بالتنسيق مع أعضاء قوات الدفاع المرابطين في المنطقة ساهمت في وصول المحاصيل إلى مرحلة جمع الحصاد. وأشار الشاب أحمد الدين الأمين المدير التنفيذي لمشروع كتايا الزراعي بمؤسسة القلال والمواشي إلى إنجاز العديد من المهام الفاعلة التي شارك فيها أكثر من 14,000 فرد بقوائم العضلية، والتي تقدر بأكثر من 7.5 مليون نخفة، خاصة خلال عملية الحصاد التي يتم إنجازها في الوقت الراهن بالتنسيق مع مشروع كتايا الزراعي. وذكر الشاب أحمد الدين بأن السمسم المزروع في 600 هكتار يتم حصاده الآن بالآليات الثقيلة، مؤشدا بالمشاركة الفاعلة للسكان في نفير لجمع محصول السمسم الذي لا يتحمل التأخير في حصاده. وقال المشرفون على الآليات أنه بفضل تنسيق قدرات الشعب وأعضاء قوات الدفاع كاد العمل أن يشارف على الاكتمال. هذا وتشير المعلومات الواردة من مشروع كتاي الزراعي عن زراعة 1600 هكتار في المشروع هذا العام، منها 600 هكتار بمحصول السمسم و800 هكتار بالذرة و200 هكتار بالحمص، وقد وصلت هذه المحاصيل إلى مرحلة جيدة بفضل الخريف الممطر.
اكتملت الاستعدادات في إقليم القاش بركة للتطعيم ضد الحصبة والحميرة في الفترة من 21 وحتى 30 من نوفمبر القادمة، حيث سيقدم التطعيم ل 400 ألف طفل في الإقليم ضد هذه الأمراض، فضلا عن إعطاء فيتامين A ل 130 ألف طفل. وأوضح مسؤول الرعاية الصحية الأساسية في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاش بركة السيد برهاني أبرها أن البرنامج الذي يستمر لعشرة أيام سيقدم للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 15، مؤشرا إلى القيام بالتعبئة اللازمة بأهمية التطعيم في أوساط الشعب، وداعيا الإدارات والوزارات والاتحادات الشريكة للتنسيق من أجل إنجاح برامج التطعيم. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لتوفير خدمات المواصلات كما ينبغي. ومن جهته قدم منسق برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدروس يحدقو توضيحا في الاجتماع الذي عقد بمدينة أقردات لمدراء المديريات بخصوص برنامج التطعيم وأهميته، داعيا الإدارات للقيام بدور رائد في هذا البرنامج. من جانبه حث مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم القاش بركة الدكتور حيلوم كدان المعلمين لتعزيز دورهم في تقديم التطعيم للطلاب مع بدء العام الدراسي، داعيا الأسر في المناطق البعيدة لتطعيم أبنائها بأقرب مؤسسة صحية في الموعد المحدد. عقد سيمينارا توعويا لطلاب مديرية حقات بخصوص الوعي القانوني ومساهمته في مكافحة الجريمة. وتناول السيمينار الذي شارك فيه الطلاب والمعلمون يوم 17 و18 من أكتوبر الآثار السلبية للمخالفات والجرائم وأهمية تعزيز العلاقة بين المواطن والشرطة وفوائد العلاقات الثلاثية بين أولياء الأمور والطلاب والمعلم. وقال قائد شرطة مديرية حقات الملازم زايد تسفازغي بأن مهمة الشرطة هي بناء مجتمع يتحلى باحترام القانون، داعيا المواطنين لإبلاغ الشرطة في حال وقوع أي مخالفة. وأشار إلى النتائج الجيدة للسيمينارات التوعوية المنظمة، مناشدا أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم الطلاب ونصحهم لاستشراف المستقبل بوعي. من جانبهم دعا مسؤولو التحقيقات الجنائية ومكافحة الجريمة الطلاب للتحلي بقيم المجتمع وتجنب الأفعال الشائنة والمساهمة في السيطرة على الجريمة. هذا وقد عقد سيمينار مماثل لسكان ضاحية عد أري. وقعت حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين على اتفاقية السلام في 21 من أكتوبر الجاري بالعاصمة أسمرة. وتضم الاتفاقية الشاملة الموقعة على 3 بنود الحد من العدائيات بين الجانبين ومواصلة جبهة تحرير الأوغادين الوطنية نضالها بطريقة سلمية داخل أثيوبيا، إضافة إلى تأسيس لجنة مشتركة لإيجاد حلول للقضايا الأساسية. وقد وقع على الوثيقة من جانب الحكومة الأثيوبية وزير الخارجية الدكتور ورقنا جبيهو، ومن جانب جبهة حركة الأوغادين رئيس الجبهة الأدميرال محمد عمر عثمان. وقال الوزير ورقنا في المناسبة أن جبهة الأوغادين خاضت نضالا مسلحا ل34 عاما، وأن اختيارها مواصلة النضال بطريقة سلمية داخل البلاد يعد حدثا تاريخيا. من جهته ذكر رئيس الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين الأدميرال محمد عمر عثمان بأن حركتهم اتخذت هذه الخطوة بسبب التغيير المشجع الذي تشهده أثيوبيا، مؤكدا جاهزية حركتهم لضمان السلام والازدهار المستدام في إقليم الصومال الأثيوبي والدفع بتطورات السلام في أثيوبيا. وأوضح عضو وفد جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وزير المالية السيد أحمد شدي لإيرينا بأن أثيوبيا توجد في الوقت الراهن في مرحلة انتقالية، وأن الاتفاقية الموقعة مع جبهة الأوغادين تساهم في تقوية الجهود المشتركة الجارية لدعم تطورات السلام. وأشار السيد عبد الرحمن مهدي الأمين العام للجبهة إلى أهمية الخطوة المتخذة لتحويل الكفاح المسلح الذي استمر لسنوات طويلة إلى نضال سلمي، موضحا بأن هذه الخطوة هي نتاج للأفكار الإيجابية التي تشهدها أثيوبيا في الوقت الحالي. هذا ويضم الوفد الأثيوبي برئاسة وزير الخارجية الدكتور ورقنا جبيو، وزير المالية السيد أحمد شدي، ورئيس إقليم الصومال الأثيوبي مصطفى محمد عمر، والسفير الأثيوبي في إريتريا السيد رضوان حسين، فيما ضم وفد جبهة تحرير الأوغادين الوطنية بقيادة الأدميرال محمد عمر عثمان الأمين العام للجبهة السيد عبد الرحمن مهدي وسكرتير الشؤون الخارجية السيد أحمد ياسين، إضافة إلى سكرتير المالية السيد عبادو حرسا. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا.
على الصعيد العالمي، قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنهاء ملحقي الباقورة والقمر من اتفاق السلام مع إسرائيل، معتبرا أن موضوع الباقورة والقمر على رأس أولوياته منذ فترة طويلة. وقال الملك الأردني أن القرار جاء من الحرص على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين، حسب ما أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مضيفا إلى أنه تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين. وشهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرات للمطالبة بالتحرك لاستعادة منطقتي الباقورة التابعة لإربد والقمرة التابعة للعقبة على الشريط الحدودي مع إسرائيل. ومؤخرا شهدت المحاكم الأردنية تسجيل مجموعة من الإنذارات العدلية ضد الحكومة للمطالبة بعدم تمديد تأجير أراضي منطقتي الباقورة والقمر لإسرائيل. وتم تأجيل الأراضي المذكورة لإسرائيل لمدة 25 عاما بموجب اتفاق السلام، على أن ينتهي العقد في 26 من أكتوبر العام المقبل. وتنص ملاحق اتفاقية السلام على ضرورة الإبلاغ عن قرار رفض تمديد الإيجار قبل سنة من انتهاء مدته، وإلا يتم التجديد تلقائيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من المعاهدة التاريخية التي تعود لحقبة الحرب الباردة وتقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا بسبب انتهاك روسيا للمعاهدة، وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية. وتلزم معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تفاوض عليها رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في عام 1987 البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى. وقال سيرجي ريابوكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادية الجانب من المعاهدة من شأنه أن يكون شديد الخطورة وسيدفع إلى الرد بإجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية. وتعتقد واشنطن أن موسكو تطور وتنشر نظاما لإطلاق الصواريخ من منصات أرضية في خرق لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، مما قد يتيح لموسكو شن هجوم نووي على أوروبا في وقت قصير. وتنفي روسيا باستمرار أي انتهاك من هذا القبيل. ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن وضع الأراضي البريطانية في الخارج في جبل الطارق ومضيق صغير على الساحل الإسباني الجنوبي قد تم الاتفاق عليه مع المملكة المتحدة لما بعد بريكس، وسوف يخرج جبل طارق من الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة في مارس من العام المقبل، ويشكل وضعه إلى جانب منطقتين سياديتين بريطانيتين في قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي جزءا من أي اتفاق شامل حول الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال سانشيز في مؤتمر صحفي على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن جزء من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمركز جبل الطارق قد تم الاتفاق عليه الآن مع بريطانيا. قالت السلطات التايوانية أن قطارا خرج عن القضبان في شمال شرق البلاد بما تسبب في سقوط 22 قتيلا على الأقل وإصابة 160. وانقلبت عدة عربات في الحادث الذي وقع في مقاطعة ييلان قرب منطقة ساحلية تعد نقطة جذب للسائحين. وقالت إدارة السكك الحديدية في تايوان أن تحقيقا بدأ للتوصل لسبب الحادث. وأوضحت تغطية تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وعشرات من العسكريين يمشطون الحطام بحثا عن ناجين وعربات إسعاف تقف بالجوار. وتفقدت رئيسة تايوان ساي إنجو أون مكان الحادث والتقت بعدد من أقارب الركاب المتضررين من هذه الكارثة التي تعد الأسوأ في تايوان منذ أكثر من 20 عاما. هذا وكان 366 راكبا يستقلون القطار إلى مدينة تايتونج الواقعة جنوب البلاد عندما وقع الحادث. مشاهدوا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.